احتفالات الميمونة تقليد سنوي يحييه يهود شمال أفريقيا غداة انتهاء عيد الفصح اليهودي، فقد كان المسلمون يقومون بإعداد الحلويات والأطعمة المختلفة المكونة من الخبز والحلوى ويقدمونها لجيرانهم اليهود بعد انتهاء عيد الفصح الذي يأكلون فيه الفطير غير المخمر. هذا اليوم يعيد لذاكرة وديداية تاريخ المغرب الجميل وكذلك ذكريات الطفولة والأفراح والحلويات، لذلك هم يشددون على أن نحتفل بهذا اليوم. اليهود من أصل مغربي هم من أحيوا احتفالات الميمونة في إسرائيل والتي تعني الحظ والفرحة، وقد أصبحت تقليدا لكل اليهود من شرقيين وغربيين، حتى أن قادة دولة إسرائيل يدأبون سنويا حضور الاحتفالات وتذوق الأطعمة المغربية الشرقية الشهية. عيد الفصح يمثل الخلاص للشعب اليهودي، ونحن نؤمن بأن بعد عيد الفصح سوف يأتي المهدي، وإذا لم يأتي علينا أن لا نيأس بل نفرح، ولذلك نحن نحتفل بالميمونة التي هي بمثابة الفرحة لاستقبال المهدي المنتظر. النحات موشي بن عمي صنع تمثالا لرئيس الدولة شمعون بيريس وأيضا لملك المغرب محمد السادس، فاليهود من أصل مغربي يحترمون ويقدرون ملوك المغرب وشعبها ويحافظون حتى الساعة على تراثهم المغربي العريق. ملك المغرب يعتبر ملك محبوب بالنسبة للإسرائيليين وخاصة ليهود المغرب، حيث والده كان دائما يدافع عن اليهود ويقرب بين الشعوب، وأتمنى بأن العلاقة بين الملك وشمعون بيريس تؤدي إلى كسر حواجز الكراهية وأن نحظى بمستقبل أفضل للشعبين. عيد الفصح يعبر عن موسم الربيع وبدايات جديدة على حد قول الكهنة اليهود، حيث يعتبر هذا العيد الأهم لأن اليهود خرجوا من عبودية الفراعنة في مصر إلى حرية أرض الميعاد حسب ما جاء في التوراة. احتفالات الميمونة لدى اليهود الشرقيين والتي يشترك بها أيضا اليهود من أصل غربي تعني لسكان إسرائيل احتضان الماضي والاختراق من أجل المستقبل الأفضل لليهود في دولة إسرائيل. من القدس الغربية مجد الحلبي، الحرة،